السلام لكم. في هذا التأمل سوف نتكلم عن دعوة الله لنا لكيما نقرأ من الكلمة المقدسة. والرسالة أو الآية لهذا اليوم هي مأخوذة من سفر حزقيال الأصحاح الثالث والآية رقم 3 التي تخبرنا كالتالي: وقال لي: يا ابن آدم، أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه. فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. هنا نقرأ بأن الله قد أعطى دعوة لهذا النبي لكي ما يقرأ ويدرس بالكلمة المقدسة. فالدرج هنا يعني عبارة عن مخطوطة لسفر أو أكثر من سفر من الكتاب المقدس. وهنا الله يدعو الجميع بأن يقرأوا ويدرسوا ويفهموا الكلمة المقدسة كأنها غذاء روحي لهم. فلا يوجد يوم يجب أن نصوم فيه عن قراءتنا لكلمة الله المقدسة. ففي كل يوم هو هذا أمر هام جدا للغاية لكي ما ننمو في علاقتنا وسيرنا مع الله. فالكلمة المقدسة هي عبارة عن الغذاء الروحي لنا لكي ما ننمو في معرفة الله أكثر. وهنا هذا الأمر بعد ما نقرأ من الكتاب المقدس هو يصبح كالعسل في حلاوته، فلن تعرف ولن تذوق الطعم وجمال الكلمة المقدسة إلا بعد أن تقرأها وتفهمها. فليس فقط أن تسمع عظات من هنا ومن هناك، ولكن أيضا أن تدرس الكلمة بنفسك لكي ما تتذوقها ولكي ما تكون كالعسل بحلاوته في بطنك أو في روحك بمعنى أصح. رب يكون معك، ونلتقي في فيديو تأمل آخر جديد بمعاناة الرب. وشارك الفيديو مع الآخرين، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب ومن ثم متابع وشاهد أولا لكي ما تشاهد جميع التأملات أول بأول. وإلى اللقاء، الرب يكون معكم. آمين.